مشروع ال 10,000 فدان النموذج الاول في المرحله الاولى من الصحن الاول. ويمكن حضراتكم شايفين بعينيكم فقط ادي الميه طالعه، وشفتوا حضراتكم المواتير موجوده، وشفتوا حضراتكم احواض الترصيب اللي موجوده. فقط بقي على حاجتين اثنين: المنتفع اللي هيجي يزرع، سواء كان شاب، سواء كان مستثمر، سواء كان منتفع اي من اي فئه اجتماعيه، اهلا بيه وسهلا. واحد شوف بعد كده نوجد له المسكن الملائم. يمكن سياده الرئيس كان توجيه انه يبقى المسكن جاذب مش طارق، يعني بدل ما كنا النموذج اللي كان معمول كان حجرتين، قال لا زودوه ثلاثه عشان لو اخو الشاب ده او ابوه راح له هناك يقدر يبات معاه في مكان محترم جاذب لهذا المكان. احنا جينا النهارده بلجنه من هيئه التعمير، وبالمناسبه انا بترحم على زملائنا اللي توفوا، وبارجو لزملائنا اللي عايشين في المستشفيات يعني ربنا يشفيهم. الاسبوع اللي فات كانوا جايين علشان يرفعوا احداثيات يسلموها للقوات المسلحه كاراضي علشان يبنوا فيها المساكن دي، بس حصلت لهم حادثه. وانا جاي النهارده علشان نكمل الاجراءات علشان ربنا يوفقنا. طيب معالي الوزير، المحطه الثامنه منها بيفترض معظمها هتركب، هل في حاجه معظمها يا فندم ده كلها هتركب؟ تمام، كلها هتركب. في المتوقع ان تبدا عمليه الزراعه الحلقه دي تقريبا؟ ما انا مش عايز اجيب، انا يعني الاول لازم ادي فرصه شهرين على الاقل ثلاثه لغايه ما ابني وحدات سكنيه، لان هجيبه ابيته فين اللي هيزرع. وبالنسبه لحضرتك لاعمال البنيه التحتيه الاخرى؟ كله خلصان زي ما انت شايف حضرتك، 2500 فدان ما يعني اللي هو عباره عن ايه؟ 60 بيجوت اللي موجود، البيجوت الواحد بيزرع 125، هو محوري فهو بيلف، فاللفه بتاعته دي بتترك اربع مثلثات في كل منطقه. الاربع مثلثات دول بيشكلوا 8 فدان واربعه من عشره. الثمانيه فدان والاربعه من عشره تم شد شبكات ارضيه عليهم، يبقى الري ري تنقيط، وموجوده ادي الشبكات قدامكم اهي، وموجود السمادات بتاعتهم بحيث ان هو هيشتغل على طول. حضرتك عندنا كم محطه موجوده زي ما كده مشروع؟ احنا عندنا 15 محطه، كل محطه فيها خمسة 650 فدان، فيها خمسه ماتور ترمبه علشان ترفع على طول من احواض الترصيب اللي موجود.